حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا هلا ويا مرحبا بكم ويانا في آخر فقراتنا لهذا الصباح، وفقرة جدا جميلة، فقرة فنون جميلة نتعرف من خلالها على كيف ممكن نحن نستغل الأدوات البسيطة الموجودة ونحول هذه الأدوات إلى أشياء جميلة نستخدمها بشكل يومي وتفيدنا وتفيد حتى أطفالنا. يسعدنا نرحب معكم مشاهدينا بالأستاذة مي القزاز، فنانة تشكيلية ومصممة فنون جميلة. يسعد صباحك أستاذة مي. صباح الخير، حياك الله. الحمد لله. شوفي حبيبتي، النهارده هنعمل مقلمة للأطفال، بما أنه بدأت المدارس هم يصنعوها برضو بإيديهم أو إحنا نساعدهم، فهنعمل يعني عندنا أشكال كتير منها. عملنا واحدة على شكل حذاء بالشكل ده، وواحدة على شكل دمية فار برضو هي بيتحط فيها الأقلام هنا، وفي دي على شكل سمكة كمان نفس الحكاية. يا سلام، ألوان مختلفة. ألوان مختلفة وأشكال مختلفة. حلو. نقدر نعملها برضو على نفس شكل الشارك ده أو سمكة القرش. تمام، بالشكل. حلو. فهنعمل دلوقتي مع بعض واحدة أول يعني حاجة. الفكرة نحن كيف نسوي مقلمة بأدوات بسيطة. شو قلت اسمعي؟ اي شكل بتسوون؟ هناخد السمكه وهناخد الفار ده. احنا كمان نقدر في النهايه نعمل البامبمز دي عشان نركبها مع السوسته، فتكون تروح وتيجي مع يعني هتكون محببه للاطفال اكتر. صح. طيب نبدا مع بعض. احنا عندنا قطعه من القماش الفابريك ده، احنا بنقصها بشكل بيضاوي. هناخد قطعه القماش وهنطويها نصين عشان يطلع عندنا شكل يعني متطابق من الجهتين، وهنبدأ نقصها بالشكل ده لحد ما تكون معانا متطابقة. عندنا هنا السوستة، لما هنيجي نركبها هلازم نفتحها الزرار. نفتحها وبعدين هنحط الشمع، هنثبت الشمع بالشكل ده لانه طبعا الاطفال مش هينفع يخيطوا ده، هنساعدهم في انهم يلزقوها. حلو. ممكن نلزق بالجلو سائل او بالمسدس. يعني نحن عندنا الحين طبقتين. عندنا طبقتين، دي هتكون فوق ودي هتكون تحت. هينتج عندنا الشكل ده. انا واحده لزقتها قبل كده عشان الوقت. تمام، فهينتج عندنا الشكل ده. لما يعني نكون لزقناها بالطريقه دي، عندنا اتنين زعانف برضو قصتهم بنفس الطريقة، يعني حطيت القماش متطابق مع بعضه. وبعدين بدأت بالشكل ده، أكون بقص بشكل دائري الطريقة دي. حلو. وهنا عشان يكونوا، لا دي عشان دي تكون زيها وقدها بالظبط. لون ثاني خذنا؟ لون ثاني، لون مختلف، زي ما هنا احنا عاملينه هنا اهو بألوان مختلفة عشان يبان. القماش هذا موجود في المكتبات، واعتقد موجود في كل بيت في اطفال. اكيد. اكيد موجود في كل بيت في اطفال. هذه احنا الأكبر. نقدر كمان نستخدم الجنس القديم، يعني انا عندي واحد تاني هو عامله بالجنس، بنطلون جنس قديم بتاع طفل او طفله، يقدروا يجيبوه يستخدموه يعملوا منه بنسل كيس رائعه. عندنا هنا القطعه دي صدمية، مسدس الشمع قوي يعني ما راح تتبطل، تعرفين شوية أبداً أطفال. مستحيل، يعني حضرتك جرب تفتحها كده، دي كلها ملزوقة بمسدس الشمع، مستحيل تطلع، يعني دي تطلع من دي مش ممكن، ثابتة. أوكي. ثابتة جدا، لأن دائما شوية الأطفال في المدرسة في الشنطة يسحبون يعني يعني باين من جوه باين الشمع، اهو الشمع باين، ولا مستحيل تطلع، مستحيل يعني بيطلع من ايدي الأم، لكن هي لا هو شكله كان يخرب عشان بيطمن. زين، احنا الحين كان المفروض نسوي شكل قطه او قطه. ممكن نعمل برضه، ممكن نعمل، احنا هنعمل الفار. تمام، هنثبت دي هنا بالشكل ده هنا، وهنثبت الثانيه كمان هنا. حلو. وعندنا المبتدئين استاذه ما كيف نتعلم هاي الشغلات؟ احنا كمبتدئين بقى نعمل ايه؟ نرسمها على ورقه. هي. ولما نرسمها على ورقه وتظبط معانا بعد ما نمسح ونظبط مقاسات وكل حاجه، نقصها ونحتفظ بيها كباترون عندنا نقدر نستخدمها كل مره. حلو. وحتى الاطفال عادي بقى بعد كده ممكن يقصوا على الورقه وتظبط معاهم على القماش بدون تعب. تمام، وهنثبت كمان الديل. عندنا مسدس الشمع بعد بالشمع. ايوه، هنحط الشمع هنا بالشكل ده، ما ياخذ وقت صح؟ لا خالص، في دقائق يعني صح. في ثواني بيكون لازم، بس انتبهي بس على ايدك عشان هو سخن قوي. طبعا مع الاطفال يا اما يستخدموا الجلو السائل يا اما احنا ننتبه معاهم هم بيعملوا ايه. حلو. تمام، عندنا كمان ده فوق. هنعمل ده ازاي؟ هنحط هنا الشمع هنا. اسفه، هنا معلش.
حلو. تريا شوي. وهنبدأ نثبتها لجوه. معلش هفتحها شوية عشان يكون عندي زعانف الشارك من فوق. تمام. يا سلام. ومن هنا كمان أثبتها بالشكل ده. خلاص هي ثابته لأن فيها شمع من جوه، يعني مخليها ثابته. طيب عندي العيون. أهم شيء الإضافات هذه. أيوة. عشان تعطي الشكل الصحيح لأي شكل نحن. إحنا كمان شوفي كمان إضافة كمان هي ممكن أوريها لكم. في إضافة تانية إنه بعد ما هنفتح دي إحنا كنا مثبتينها من قبل كده، نقدر لو إحنا حابين وأطفالنا حابين يعملوا أسنان للشارك من جوه. فيبان إن هو يعني مش بنس الكيس عادية، يعني فيها فن. وكيف سويتي؟ بنفس القماش؟ لا، بالفلين اللي زي ده أبيض قصيته وعملته يعني زجزاج وبعدين حطيته في ثبته. رائع صراحة. وطلع بالشكل ده أسنانه أهي كلها. تمام. نبدأ نعمل عندنا ده زي الفار ده بالظبط. ده برضو بنسل كيس اهي، حط فيها الاقلام والاطفال يحطوا فيها الاقلام. عندنا قطعه من القماش الجنس القديم، يعني جنس وقطعته قديم. هنثبتها على قطعه فلين زي دي، يعني احنا هنلزق قطعه فلين هنا هنا ونفس بالشكل. الخطوه صحيح، نفس الخطوه. الفلين اهي ثبتناها بالشكل ده وثبتنا عليها ده. عندنا السوسته نفس ما عملنا هنا، السوسته كمان بعد الزرار. ايوه نفس الحكايه، هحطها برضو نفس الحكايه، احط الشمع كده واثبت بالشكل ده على طول لزق، يعني مش هياخد وقت، مجرد ما انا احطه كده فهو بيكون لزق. هكمل دلوقتي، يعني ده دلوقتي احنا بنعمل الجزء ده من الفار بتاع. عندنا دي هنا هنثبتها من ورا بالشكل ده، هقلبها قدامي كده واحاول اني اثبت بالشمع وكمان انتبه عشان الشمع. نحن استخدمنا اكثر من نوع من ناحيه الاقمشه. ايوه استخدمنا الاوراق هذه. استخدمنا الفابريك واستخدمنا الفلين واستخدمنا الجنس. اي قطعه عندنا في البيت، اي قطعه تنفع يكون شكلها مناسب نقدر ان احنا نعيد تدويرها ونستفيد منها تاني، وبحيث ان يكون شكلها جميل ومختلف عن اللي موجوده في السوق والاطفال هيحبوها، لانه هم هيشاركوا في صنعها فهيطلع شكلها مختلف ممكن تماما. ممكن بعد نحن نلون ولا؟ ممكن نلون لو احنا استخدمنا قطعه قماش بيضه في قماش ابيض زي كده. شايفه القماش الابيض ده؟ احنا ممكن نلون، ما هو مرسوم عليه الشوارب بتاعت اللولو كاتي دي او القطه دي مش عارفه اسمها ايه. بشوفها سنعرضها. هذا بعد شكل حلو ثاني، شكل وايد حلو حق البنات. تقدرين اعمل تعرفين للاطفال تحطين خيط خيوط وتكون شطه لهم مثلا او صح. شريط او اي شيء، يعني او يحتفظوا بالموبايل فيها، بس طبعا في المدرسه لا، او ممكن يستخدموها يعني محفظه نقود او حاجه زي كده. صحيح. تمام. بالنسبه بقى للفار اللي احنا بنشتغل فيه ده، هنحط نثبت العيون، نثبت حلو. مثل ما ذكرتي هي بالوان مختلفه، يعني ايوه القطع هذه تجي بالوان مختلفه. تمام. عندنا بس نبعد عن السوسته او ال قلتي لي ايه الزرار هذا. تمام. نبعد عنها عشان ما يجيش عليها الشمع، لان لما يجي عليها الشمع هيمنعها انها تفتح وتقفل كويس. تمام. هناخد بس واحده من البامبامز صغيرين نحطها هنا كأنف للفار. تمام. حتى عند تلولو في ممكن نستخدم حاجات ثانيه كتير. تمام. احنا خلاص هنكتفي بالقدر ده بالنسبه للبنسل كيس. هنشوف ازاي نثبت لها دي هنا. دي هنثبتها هنا برضو في السوسته عشان تكون معاها، يعني او نقدر نحطها في شنطه المدرسه، يعني اطفال كتير بيحبوا يحطوها في شنطه المدرسه. انا عملت اتنين قبل كده، نقدر نعملهم بايدينا او نقدر نستخدم اله. في اله بتعمل لنا الشكل ده، هي اله يدويه مش اله كهربائيه. بس بالايد ياخد وقت اكثر؟ لا بالايد ما بياخدش وقت، بس هتطلع صغيره. عشان تطلع كبيره لازم تستخدمي الاله. تمام. عندي هنا مجموعه من القماش الفابريك. صنعت اثنين ارجل ليها هنا واثنين ايه ودان، فهثبت الودان الاول. يا سلام. نفس هالشكل. نفس الشكل ده، بس دي كبيره شويه، يعني دي ممكن للمقلمه، بس دي للشنطه مثل الميداليه للزرار او حق المقلمه.
على شكل دبدوب أو أي شكل نحن نبغاه. أثبت الودان بالشكل ده هنا وبأدوات بسيطة، يعني نحن احتاجنا بس مقص والشمع وبس المقص والشمع وأدوات اللي هي معانا زي القماش والحاجات والعيون، ونقدر نصنع العيون من القماش برضه، ما فيش داعي نستخدم العيون من بره. يعني هنا استخدمنا نحن القماش حق العيون صح؟ ايوه ده ما كله قماش، كلها قماش ما فيش فيها اي، نقدر كمان نخيطها او نقدر نلزقها. حلو الخيط اللي على الاطراف الابيض. تمام، وين وصلنا؟ احنا وصلنا خلاص، خلصنا ودانه وعيونه. يعطيك العافيه. هنحط لها بس الايه فاضل، بس نحط لها دي. ورد اذكر بعد يعني نختار اللون اللي نحن نباه ونحبه صح؟ ايوه طبعا، والمتوفر عندنا في البيت. تمام، بقت بالشكل ده اهي معانا، شفتيها؟ نقدر كمان نرسم لها، نرسم يعني نرسم نضيف اضافات كتير، نرسم زي كده مثلا، احنا هنا مرسوم عندنا اهوت البق، ممكن يكون ده شكلها في النهايه بالشكل ده، تكون مبتسمه. وعندنا لو حبينا نضيف رجلين هيكون شكلها اجمل برضو، يعني ممكن نلزق دي هنا. خاصه الاطفال يحبون انهم يشتغلوا، بيحبوا الاضافات، بيحبوا يشتغلوا بايديهم، بيحبوا الاضافات، لازم يخترعوا حاجه. يعني الطفل بيتولد مكتشف، حابب ان هو يضيف، حابب ان هو يبدع، حابب يعمل حاجه مختلفه عن اللي هو شايفها. حتى لو انت بتعلميه حاجه هو عايز يضيف من عنده، من عنده حاجه انت ما قلتيهاش. صح، فده شكلها، ده شكلها في النهايه اهي، تنفع للشنطه الصغيره، هي لل راحت فين اهي الصغيره هذه، نقدر نستخدمها هنا. تمام، عندنا بعد ممكن احنا نستخدمها كتعليقه في اي شيء نحن نحبه، في الميداليه، ميداليه المفاتيح ممكن، حق المفاتيح مثلا. نقدر نستخدمها كمان في شنطنا، احنا شنطنا احنا كسيدات نقدر نحطها فيها، بس بلاش تبقى قوي كده اطفال، على حسب الشنطه يعني، على حسب الشنطه. تمام، وعندنا هني بعد شغلات جبتيها معاك. ايوه، دول زي ما قلت لك انه يقدروا الاطفال، دي بقى ما فيش فيها سوسته، دي مقفوله بالده، يقدروا الاطفال يستخدموها كحافظه للموبايل او حافظه للنقود، يحطوها كمان معاهم في الشنطه، هتكون في منها اشكال كتير، احنا عملنا مجموعه اهي، والوان بعد الوان مختلفه منهم. احنا نسينا برضو، احنا بعد ما عملنا ده نسينا نعمل له ديل، لان المفروض يكون عنده هنا زي كده، ونعمل له الودان. معلش هناخد قطعه كمان، نسينا الفار، نسينا الفار ودخلنا على الفار التاني. هنعمل الودان خلاص، هذه تعتبر اخر خطوه. يعطيك الصحه والعافيه استاذه مي، شاكرين لك نحن تواجدت معنا اليوم في استديو صباح الشارقه وعلى هذه الاشياء الجميله والمميزه. شكرا لك. شكرا، الله يسلمك. اذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير مره اخرى استاذه مي القزاز، فنانه تشكيليه وكذلك مصممه فنون جميله، على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمه والمفيده. وصلنا للختام، نشوفكم ان شاء الله باكر مشاهدينا في مركز اكسبو الشارقه وملتقى الشارقه الدولي للراوي، هذا الملتقى الذي يحتفي بالرواة والحكواتين المحليين والعالميين. إلى الموعد بإذن الله، بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومع السلامة. وصل الختام مشاهدينا، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، يومكم سعيد ومع السلامة.